ازيكم يا شباب، معاكم كوتش نيكي وده بريميوم جيم. النهارده يا شباب هنتكلم عن تمرين الكتف الخلفي. اول حاجه الكتف الخلفي علشان نتمرنه صح بنقعد على الكرسي للزاويه المناسبه لينا، الظهر يكون مفرود، صدري مسنود على الكرسي، ببتدي امسك الهاند وافرد ايدي قدام كوي، يبقى لافف فوق مع مستوى كتفي مع تانية بسيطة في مفصل الكوع، وابتدي ارجع لورا افرد لحد ما اوصل في مستوى الكتف، بعد كده ارجع تاني قدام وارجع افرد تاني جاي راجع قدام. عضلة الكتف الخلفي يا شباب عضلة مهمة جدا لان هي بتدي شكل مميز للكتف، غير كده هي مهمة جدا في ان احنا يبقى ظهرنا مفرود، بتساعد جدا في الناس بالذات الناس اللي عندها الراوند شولدر. دايما عشان بنعالج الراوند شولدر بيحتاج ان احنا نقوي العضلات الخلفية، من ضمن العضلات الخلفية اللي احنا محتاج نقويها عضلة الكتف الخلفي. تبتدي كل الموضوع ان الراوند شولدر بيبقى موجود، نبتدي نقوي عضلات الظهر ونقوي عضلات الكتف الخلفي، يبتدي الظهر يتفرد يرجع زي ما كان تاني. معاك كوتش نيكي وده بريميوم جيم.